بخير عليكم حبيباتي الغاليات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير، تكونوا بصحة جيدة. وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو كما راكم تشوفوا حبيباتي الغاليات، سمحوا لي غيبت عليكم الله غالب فوق الجهد، بما انه رانا في هذا الوضع الخاص بهذا المرض كورونا. ربي يعافينا ان شاء الله، ربي يشافي كاع المرضى. والله البنات سمحوا لي ما حطيت لكمش فيديو، لانه ما خلانيش قلبي بهن بلادنا في هذه الحاله، اولادنا في هذه الحاله، ونحط فيديو ولا نحط لكم وصفه الله غالب ما طقتش باش نحط فيديو. واليوم قلت ندير لكم فيديو خفيف ظريف غير باش نطمنكم عليا، باسكو عيطوا لي بزاف البنات قالوا لي واش ماكش كي تحطينا، عيطوا في الهاتف عيطوا، وقلت نحط لكم باش نوضح لكم الامر، لانه والله البنات صدقوني النفسيه تاع بنادم ما راهيش مليحه. عقولنا ماهمش مليح، ماهمش بلايصهم، ما عندناش تفكير باش نديروا وصفه ولا تفكير باش نحط فيديو ولا ندير كاش حاجه ولا ندير روتين ولا الله غالب. نزيدكم فانك بالنسبه للورشه، كنت انا ديجا حطيت لكم فيديو تاع الورشه، كنا دايرين سلسله الورشه نتاع شهر كامل، انا حبس قلت المتربسه ما تزيدوش الجو، ما نزيدش ندير فيديو، ما نزيدش نديرو ورشات، لانه راه هذا المرض وراه هذا الايفيتي ولو ماكسيموم حتى تبان الحياه، وربي يعافينا ان شاء الله ويفكك علينا هذا المرض، عاد نبدو الورشات تاعنا. قلت لكم حبست الورشات على جال هذا المرض باش نيفيتو، قلت لكم لو ماكسيموم نخلو هذا البيريود تفوت ان شاء الله وتفوت على خير، ونبداو ان شاء الله الورشات تاعنا، ونبداو التحضيرات نتاع رمضان ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والهنا. ولا البنات كنت شاريه صوالح نتاع رمضان وكنت دايره باش نزيد نشري نكمل باش نحط لكم فيديو نوريكم مشترياتي، نشارككم معايا المشتريات تاوعي، بصح والله ما خرجت ما شريت، بما انه كاع الناس ماهاش تخرج، الحوانيت مغلوقين، والله الرقاد ما لنا نرقدو صدقوني، غير كي ندير راسي في المخده يجينا داك التوسويس، نبدو نخمو نبدو. الحمد لله يا ربي، واحد يدير الاحتياطات تاعه، يقول لك الوقايه خير من العلاج، واحد يدير الاحتياطات تاعه وايفيتي لو ماكسيموم، نقطعوا هذيك الزنقه وهذوك الخروج وكاع اللي ما عندهاش حاجه تنقضها ولا ما عندهاش صالحه، بدا بها تبلع بابها وتقعد في دارها مع وليداتها، خاطرش هذا هو السبب، لانك تخرجي على حاجه ما فيهاش فايده وتجيبي المرض لوليداتك ولا للزوج، اختو اللي عندها الكبير اللي عندها عزوجتها معاها ولا امها ولا، ايفيتي لو ماكسيموم خرجت، وان شاء الله ربي يرحمنا برحمته. حاجه اللي بغيت نقول لكم عليها البنات، لازم نطيب القلوب تاوعنا، لازم الانسان اللي عنده مشكل مع خوه ولا اخته ولا جاره ولا حبيبته لازم يتصالحوا، لازم يطلبوا السماح من بعضهم البعض، الدنيا ما كان والو، لازم القلوب تتصافى، لازم المياه تولي لمجاريها. ان شاء الله يا ربي يحفظنا ويحفظ وليداتنا ويحفظ دميماتنا وازواجنا ويحفظ بلادنا يا ربي من كل سوء من كل ضرر، ان شاء الله يا ربي يشافي كل مرضى وربي يعافينا، وان شاء الله ربي يبعد علينا هذا المرض. الحمد لله انسى الحاجه اللي يقولها يقول الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، هذه حاجه تربي نحمد ربي ونشكره، الحمد لله يا ربي. الانسان ما يكونش جاهل وما يكونش مادام قالوا لنا قعدوا في بيوتكم، الانسان يقعد في بيته ويحافظ على العائله تاعه، ولي كاين المكتوب اللي كتبه ربي ياكله، والمكتوب اللي راه كاين يتقضى به، بينما ربي فراج وتولي كل شيء كما كان. هذه هي البنات، بغيت نطمنكم عليا ونطمن عليكم حتى نتوما، ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا بصحه جيده، وان شاء الله يا ربي هذه المحنه كامل تفوت ونولوا لبعضنا البعض ان شاء الله، ونعاودوا من جديد نحطوا فيديوهات جديده، وصفات جديده، روتينات جديده، نوريكم التحضيرات نتاع رمضان، يكتب ربي يدخل علينا بالصحه والهنا ويولي كل شيء كما كان ان شاء الله يا ربي. محنه وتفوت، واحد لازم له يصبر، كثروا الدعاء البنات، كثروا الصلاه، كثروا الدعاء، كثروا الاستغفار، والله غير ربي ان شاء الله يكون معنا، ولازم لازم لازم البنات نتحدوا مع بعضنا البعض ونوقفوا ونديروا صداقات ونديروا حاجه باش ربي يعافينا ويقلع علينا هذا المرض. هذه هي البنات، ان شاء الله كنت خفيفه ظريفه عليكم حبوباتي، وان شاء الله ما طولتش عليكم في هذا الفيديو، اذا كتب ربي ان شاء الله مور هذا الفيديو نحط لكم مباشر، ولا ندير لكم قبل هذا الفيديو ندير لكم مباشر نحكم مع بعضنا البعض ان شاء الله اذا كتب ربي. تهلاو في رواحكم حبوباتي الغاليات، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.